بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. أرجو أن يكون الصوت واضح والصورة طالعة واضح دكتور كل إشي. إن شاء الله الكريم. نحاول نخلص المادة والشغلات التطبيقات على الريجسترز والكانترز إلى آخره، بخليها للأخير. فكنت وعدتكم شغلة نعملها على الريجستر، لكن بدي أجلها على بين ما نخلص المادة إن شاء الله، ونعملكم شغلات حلوة كثير إن شاء الله في نهاية الفصل. إحنا في عنا كويز اليوم الساعة 7، مزبوط؟ مزبوط دكتور. هلو، الكويز راح يكون سؤالين، يعني سؤال على أناليسيس وسؤال على الديزاين. فأرجو أنكم تكونوا حضرت المحاضرات، قرأتوا المادة، وحاولت تحلوا مسائل على الموضوع. طيب، بننتظر حتى تصير الساعة 4 بالضبط ثم نبدأ المحاضرة. اليوم راح نتكلم إن شاء الله على العدادات، counters. العدادات، طبعا العدادات من القطع المهمة جدا في أي نظام رقمي. لا يخلو تقريبا أي نظام رقمي من عداد. مثلا المعالج فيه له عداد في داخله مهم رئيسي اسمه بروجرام كاونتر، وظيفته دائما يؤشر على النكست انستراكشن تو بي اكسكيوتد، فدائما يحتوي على عنوان الانستراكشن التي سوف يتم تنفيذها. وين ما تروح في اي نظام رقمي لابد من وجود عدادات لتحسب الزمن علشان تعمل ديليز الى اخره. يعني اي كنترول سيستم مثلا بتلاقي فيه احيانا بحاجه انك تعمل ديلي، مثلا افتح الصنبور لمده 10 ثواني، كيف نعير 10 ثواني؟ لابد من عدادات تعد الثواني اللي طالعه من الكلوك سايكلز. فالعدادات من القطع المهمه جدا في اي نظام رقمي، لذلك ارجو انكم يعني تركزوا معي، وراح نتكلم اليوم عن الاسينكرونس كاونترز. العدادات تقسم في الواقع الى قسمين رئيسيات. نكتب قسم بنقول عنه اسينكرونوس، وقسم اخر بكون سينكرونوس. اذا العدادات على نوعين، سينكرونوس و اسينكرونوس. كما قلنا، بدنا نشوف مين متابع معي، شو الفرق بين سينكرونوس سيكوينشال سيركت وبين اسينكرونوس سيكوينشال سيركت؟ مين بيقول لي؟ الكلوك دكتور. تفضل احكي. الكلوك واحدة يكون فيها كلوك والتاني لا. كيف كيف؟ الكلوك مالها؟ مالها الكلوك؟ احكي كملي. دكتور الاسينكرونس بيكون ما فيها كلوك، والسينكرونس بيكون فيها كلوك. لا مش صحيح هذا الحكي. ما فيش دائرة لا تحتاج إلى كلوك، لكن الفرق ما بين أني أجيب الكلوك وأخليها تدخل على جميع الفليب فلوبس بنفس الوقت، فالحالة هاي بسمي السيستم إيش؟ سينكرونوس، لأنه كلهم بيشتغلوا بنفس اللحظة مع بعض، لأن البلس بتيجي للجميع بنفس الوقت، وبالتالي تحدث التغيرات على الكيوز بنفس اللحظة. هذا معنى سينكرونس. الآن عندما نأتي إلى سينكرونس سيركت، ممكن يكون كالآتي: في كلوك رئيسية، بس بجوز الكيو هذا هو اللي بغذي الكلوك تبعت فليب فلوب أخرى، الكيو تبعت هذا بغذي الكلوك تبعت كلوك ثالثة، وأند سو أون. مش كلياتهم على نفس المصدر بنفس اللحظة، لانه اذا اجتني كلوك اول تغيير راح يصير عندي هون، راح يتغير الكيو هذا، تغير الكيو هذا ممكن ياثر على هذه ويعمل فيها تغيير، وبالتالي التغيرات لا تحصل بنفس اللحظه، لكن في عندي كلوك. اذا لما بنقول عن سيستم اسينكرونس لا يعني عدم وجود كلوك، وانما يعني عدم تزامن جميع الفليب فلوبس مع نفس الكلوك. مفهوم يا شباب؟ هاي للمره الرابعه الخامسه بحكيها. هلو، مفهوم دكتور. اذا لا يعني اسينكرونس انه لعدم وجود كلوك، لا، يعني عدم انتظام الفليب فلوبس كلها على نفس الكلوك، هذا معنى اسينكرونس.
معلش عشان الإزعاج سكرنا الباب لأنه شغلين المكنسة الكهربائية. طيب العدادات أيضا على نوعين، نوع بنسميه سينكرونس كاونترز ونوع بنسميه أسينكرونس كاونتر. الآن راح نلاحظ أنه الأسينكرونس كاونترز أسهل في التصميم من السينكرونس كاونترز، تحتاج إلى دائرة أقل، لكن مشكلتها كما قلنا أنه الكيوز لا تتغير بنفس اللحظة، وهذا ممكن يعمل مشاكل في بعض الدوائر الرقمية. خلينا نكمل ونشوف. الأسينكرونس كاونتر أيضا تسمى عادة ريبيل كاونترز، تسمى ريبيل كاونترز. إذا أيضا تسمية أخرى للأسينكرونس كاونترز تسمى ريبيل كاونتر. تتذكروا بشابتر الأربعة تكلمنا عن الآدر، تتذكروا الآدر وقلنا في عندنا ريبيل كاري، ريبيل كاري آدر، وفي عندي فاست كاري آدر. الريبل كاري اللي هو كان الفول آدر الأول يغذي السي آر تبعه للسي إن للفول آدر الثاني and so on، فكل واحد بيغذي الآخر، وبالتالي في عندي عملية تأخر حتى تطلع النتيجة، لأنه كل واحد بده يستنى نتيجة النتيجة من اللي قبله. فكلمة ريبل عادة في الآدرز وفي العدادات متشابهة تقريبا بالمعنى، إنه في عندي تأخر، انه لا يحدث الافكت بنفس اللحظه، وانما في عندي كل واحد بيستنى الاخر. كما قلت في الاسينكرونس كاونتر ممكن يكون في عندي كلوك رئيسيه بتغذي فليب فلوب، وفليب فلوب هذه بتغذي فليب فلوب اخرى اند سو اون، وبالتالي التغير لا يحدث بنفس اللحظه، وانما كل واحده بتستنى اللي قبلها تجيبي تعطيها كلوك بولس. راح يبين هذا ان شاء الله معنا في الامثله. سو طيب خلينا نشوف انواع الفليب فلوبس كلها ممكن تستخدم في بناء الاسينكرونس كاونترز، لكن احيانا نفضل عاده التي فليب فلوبس او الجي كي فليب فلوبس، لانه عمليه التوغلينج فيهم يعني سهله جدا، يعني على اساس تخلي الجي كي فليب فلوب تعمل توغلينج، راس مالك تحط الجي والكي على لوجيك 1 وبالتالي تعطيها بلس فبصير تعمل توغلينج، او تحط التي فليب فلوب التي تبعها على لوجيك 1 وبصير تعمل توغلينج مع كل بلس. ليش احنا بنهتم بالتوغلينج؟ لانه لو مسكنا اي عداد، اي عداد، وشفنا طريقه العد، وين راح؟ شو اللي صار؟ شو معنى اليوم؟ صار يخربط السيستم ديالها. طيب الرحمة. هلو، معك دكتور. طيب في تلفون جايني مش عارف من وين، يمكن من والدتي، فأرجو أنكم السلام عليكم. صار من الصبح بحاول أحكي معك يا حجي وما بتردش. لما جيت أعطي المحاضرة تبع، طيب يلا انت اسف على الانقطاع، لكن تليفون الوالدة فأرجو المعذرة. طيب الآن كما قلنا انه العدادات في حاله الاسينكرونس بيكون في عندي مصدر للكلوك، وممكن يغذي واحده وكل واحده تتغذى من زميلتها، وبالتالي بصير التغيرات مش متزامنه بنفس اللحظه. راح نشوف احنا هسه ليش راح لهناك. طيب اوكي، فقلنا الاسينكرونس كاونتر عادة يعني أو العدادات بشكل عام بنحب نستخدم فليب فلوبس اللي فيها عملية التوغلينج سهلة، مثل الجي كي، الجي والكي بتعرفوا إذا حطينا على الجي والكي لوجيك 1 بصير كل ما يجيها بلس تعمل توغلينج. ليش بهمنا عملية التوغلينج؟ لأنه لو أخذنا أي عداد، خذ مثلا عداد يعني من 3 بت 0 0 0،
zero zero one zero one zero zero one 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 zero zero one zero one 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 zero one one one. إذا بتطلع على الفليب فلوب سبعات هذا العداد لو سميناهم A و B و C بنلاحظ مثلا A بتعمل توغلينج مع كل كلوك سايكل فيها عملية توغلينج. بنلاحظ البي بتعمل توغلينج كل التو كلوك سايكلز. السي بتعمل توغلينج كل أربعة كلوك سايكلز. فعملية التوغلينج يعني شغلة أساسية في العدادات لأنه العداد عشان يغير من عدي إلى العد التالية تتغير بعض الفليب فلوبس بتقلب من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 0. واضح ليش نحتاج توغلينج فليب فلوبس؟ واضح دكتور. طيب علينا نشوف الدائرة ونشرح عليها. طيب هذه دائرة باستخدام تي فليب فلوبس أوكي، وهذه دائرة باستخدام الدي. لاحظ الدي إذا بتحط الكيو بار على الانبوت دي بتصير تعمل توغلينج لأنه بصير تخزن عكس المحتوى. التوغلينج يعني أنك تعكس المحتوى. فأنت إذا ربطت الكيو بار على الانبوت دي أنت قاعد بتعكس المحتوى. فهذول الدائرتين متشابهتين في العمل، لكن هذه باستخدام التي وهذه باستخدام الدي. خلينا نشوف كيف تعمل دائرة الأسينكروس كاونتر. أنا في الواقع بدي أرسم لكم إياها على الوايت بورد يمكن تكون أوضح لكم. فرح أعمل ستوب شير على هذا ونعمل شير للوايت بورد عشان نفهم كيف العملية بتصير. So let's go with T-type flip-flops. بس بدي أرسمهم بالشكل هذا لأنه بحس أنه أريح لكم للفهم. في عندي T inputs، في عندي clock source، ورح نشوف كيف نربط الclock source هسه. الآن في عندي طبعاً الكيوز لكل واحدة، خلينا نعطينا التسميات التالية A3 A2 A1 A0. الكلوك سورس راح أجي أحطه هون على أول واحد، أحط لوجيك 1 هسه بقول لكم ليش. هاي الكلوك ليش أول واحد راح نحط عليه لوجيك 1؟ لأنه كما قلت قبل شوية لو أخذنا العداد من 4 بيتس راح نلاحظ ما يلي، إنه الفليب فلوب الأولى مع كل كلوك سايكل بتعمل توغلينج لغاية ما نصل لعند ال 15. راح نلاحظ ما يلي إنه الكلوك الأولى هذه اللي هي الأي نوت تعمل توغلينج مع كل كلوك سايكل. مع كل بلس راح يغير العداد من عد إلى العد التالي، وبالتالي راح احط على التي لوجيك 1 على اساس كل ما تجيني بلس هنا هذا الكيو يعكس حاله لانه قاعد بيعكس حاله من صفر لواحد من واحد لصفر. واضح ليش؟ ها شباب واضح ليش حطينا عليه لوجيك 1؟ هلو واضح واضح. طيب خلينا نشوف الان اللي بعديها. اللي بعديها بنلاحظ انها بتعمل توغلينج من صفر الى واحد لما اللي قبلها بتروح من واحد إلى صفر، وهذا الحكي بتكرر مع جميع الاحتمالات. يعني شوف الاحتمال اللي بعده 0 1 0 أوكي. هنا عندي مثلا راحت من واحد إلى صفر لما اللي قبلها راحت من 1 إلى 0. فهاي بتعمل توغلينج كل اللي كل مرة اللي قبلها بتروح من واحد إلى صفر. فإذا كانت بوزيتيف إج وأجينا ربطناها مع مع الكيو اللي هون بالشكل هذا، في الواقع ما راح يزبط معنا لأنه إحنا بدنا إياها تعمل، بدنا إياها يجيها بوزيتيف بلس. فإذا ربطناها على كيو راح يجيها نيجاتيف بلس. فبنروح بدل ما نربطها على الكيو نربطها على كيو بار. فلما نربطها على كيو بار هذه اللي هون شوفوا شو اللي راح يصير معنا. لما هذه الاي نوت الاي نوت تروح من واحد الى صفر
أنا كأنه أجاني النيجاتيف بلس على مين؟ على الكيو. معناها الكيو بار تبعت الاي أجاني تغير معاكس من صفر إلى واحد. مزبوط يا شباب؟ مزبوط دكتور. إذن كأنه رح يجيني بلس هنا لما الكيو هاي بتروح من واحد إلى صفر. وهذا اللي بدنا إياه، لأنه هاي رح تروح من زيرو إلى واحد. وهذا الحكي بنشوفه في جميع العدات من صفر صفر لغاية من صفر لغاية 15. يعني هذا الحكي ملاحظ بالنسبة للـ A1 لجميع عدات الكاونتر، إنه الـ A1 بتقلب من صفر لواحد أو من واحد إلى صفر لما الفليب فلوب اللي قبلها بتروح من واحد إلى زيرو. وهذا الحكي بنشوفه في جميع الاحتمالات. يعني بعديها بعد الخمسة رح يجيني ستة، أوكي، فرح نلاحظ إنه راحت من صفر إلى واحد عم تعكس لما الـ A-Not راحت من واحد إلى زيرو. فإذا ربطت على الكيو بار فالحالة هاي بضمن إنه هذه تعمل لي طقلينج في الوقت المناسب. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب نشوف اللي بعديها الـ A2. لما نيجي على الـ A2 خلينا العدات الآن 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
تبعت الـ A2. متى الـ A2 بتقلب من صفر إلى واحد؟ طبعاً بعد السبعة راح تروح للثمانية، فراح تقلب برضه من واحد إلى صفر. راح ألاحظ إنه الـ A2 بتقلب من صفر لواحد لما الـ A1، لما الـ A1 بتقلب من واحد إلى زيرو في جميع الاحتمالات. يعني هنا برضه هاي قلبت من واحد إلى صفر، فهذه قلبت، أوكي؟ فراح نلاحظ إنه في جميع العدات من صفر لخمسطعش الـ A2 بتقلب لما الـ A1 بتروح من واحد إلى زيرو. إذن رأس مالها كمان مرة ثانية أخذ الكيو بار اللي هون واربطها على كلوك اللي هون، وراح تستنتجوا كمان نفس الشيء، الكيو بار اللي هون نربطها على الكلوك اللي هون، ونحط هذول التيز كلياتهم على 1. إذا بنحطهم الآن كلهم في توغلينج مود، وبصير العداد يعد من 0 0 0 لغاية ال 15. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. هذا العداد بنسميه ريبل كاونتر أو اسينكرونس كاونتر. السبب إنه التغيرات على الـ A0 والـ A1 والـ A2 والـ A3 لا تحدث بنفس اللحظة 100%، لأنه أول تغيير راح يكون على الـ A نوت، لأنها هي اللي مربوطة مباشرة على الكلوك. هذه راح تأخذ شوية وقت propagation time delay حتى يصير تغير على الكيوز تبعتها، وبالتالي هذا ما راح يصير في تغير إلا تتجي بلس من الكيو بار تبعت الـ A نوت. وبالتالي في تغير لما باجي أنا بقلب من صفر 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 لغاية صفر 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 واحد ثم صفر صفر واحد صفر، اللي راح يصير يا شباب انه صحيح هاي راح تقلب من واحد الى صفر، وراح تؤدي الى انه بلس تجيني هون تؤدي الى انه هاي تقلب من صفر الى واحد، لكن راح اشوف كالاتي، راح اشوف الواحد هذا صار صفر وهذا لا زال صفر. اذا في عندي حالي مريت فيها انا في الواقع، لكن حالي غير مستقره، اللي هي حاله الزيرو زيرو، هاي بسميها ترانزيت. ترانزيت تذكروا لما حكينا عن ترانزيت احنا بالنسبه للطيارات، لما بتسافر من بلد الى بلد وبتنزل لمده ساعه او ساعتين في مطار اخر بنسميها ترانزيت. هذه لا تحتسب عدي، this is can is not accounted is not counted is not counted as account، لانه لا يستقر فيها العداد. هذه فورا مجرد ما راح من واحد الى صفر، هذا اللي هون راح تجيني بصلة هذا وتقلبه من صفر الى واحد، وبالتالي المرور في الزيرو زيرو زيرو بكون لحظي، وبالتالي لا تعتبر عدي. العدات هي التي يستقر عليها تقريبا لمدة كلوك سايكل كاملة. هذه تعتبر عدي، هذه تعتبر عدي، هذه تعتبر عدي and so on. واضح يا شباب شو اللي بصير؟ واضح دكتور. إذا أنا كنت زيرو 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 ثم راح يقلب لي هذا إلى واحد مع الأول كلوك سايكل. الآن لما بيجي هذا يقلب من واحد إلى زيرو، هذا بكون لازال صفر، وبالتالي بده شوية وقت تا يصير التغير هذا، وفي عنده هنا شوية propagation time delay أيضا حتى يطلع عند التغير اللي هون.
فهذا راح يقلب من صفر إلى واحد، راح يروح إلى واحد، لكن مش بنفس اللحظة اللي قلب فيها من واحد لصفر. لذلك راح أشوف إنه كأنه الزيرو زيرو زيرو يعني راح يظهر، لكن مش راح تشوفه عينك المجرد بسبب إنها سريعة جدا، منطقة ترانزيت يعني ما بستقرش فيها ولا تعتبر عدة. فهذا الموضوع يا أخي وان مهم تفهمه، إنه العداد لما يكون أسينكروس ممكن يخش في عدات لا تحتسب عدات، يعني يمكن يخش في ترانزيت، وهذه لا تحتسب عدات، وهذه قد تؤدي إلى مشاكل. لنفترض أني أنا مثلا بستخدم هذا العداد علشان مثلا أعير زمن فتح الصنبور مثلا في مصنع معين، أوكي، وبدي العداد هذا يروح من 15 أو من 0.00 لغاية 15 ويرجع للصفر، فبدي منه مثلا 16 عدة. عشان أعرف إنه خلص عدته لازم يرجع إلى الزيرو، فبكون أنا مثلا دائرة. لما بصل عندي للزيرو زيرو زيرو مثلا بقول له أعطيني واحد، وهذا الواحد يدل على إنه العداد مثلا خلص العد تبعه. الآن حالة الزيرو زيرو زيرو للترانزيت ممكن تنطيني واحد ويعطيني رونج أوبريشن، وبالتالي الاسينكرونس كاونتر اذا انا بستخدم الاوتبوت تبعهم عشان تو كنترول سمثينج بدي اكون حذر في كيفيه استخدام هذه الدوائر، لانه ممكن تعطيني اشارات خاطئه في وقت خاطئ. اوكي، اذا لو كان في عندي هون نور جيت راح تجيني سبايك في اللحظه اللي باجي فيها على الزيرو زيرو، هون راح يجيني سبايك، بنسميها جلتش احيانا، سبايك او جلتش. هذه السبايك سببها انه ممكن يمر بترانزيت اكاونت مش محسوب حسابه وغير مستقر. هذه لو كانت مثلا بتروح مثلا دائره ككلوك راح تعتبر عدي، راح يعتبر كلوك سايكل، وبالتالي لانه السيستم عاده بيشتغل على التغير، فممكن تؤدي الى رونج اوبريشن. فبدنا نكون حذرين في استخدام الاسينكرونس كاونتر. اذا انا بستخدم الاوتبوت تبعهم عشان تو كنترول سمثينج ايلس، بدك تكون حذر كمهندس منك تفهم انه هذا العداد ممكن يمر بترانزيت ممكن تخرب الشغل. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب الان نفس العداد لو انك عملته بصراحه بحيث انك بدل ما تاخذ من الكيو بار اخذت من الكيو، خلينا ناخذ 3 بت فقط ونشوف شو اللي بصير، وربط التي كلهم على لوجيك 1 وحطيت الكلوك هون، راح تلاحظ ما يلي انه العداد هذا علشان يعد اللي هون عشان يقلب لازم تجي بوزيتيف بلس. فلو بلشنا بالعداد بدي ابلشه من 1 1 1، هسه بقول لكم ليش. هذا راح يعمل توغلينج فراح يروح للزيرو. اوكي، الان لما هذا بيعمل توغلينج وبروح الى الزيرو اجاني هون نيجاتيف بلس على الكيو، وهذا ما بتاثر، اللي بياثر البوزيتيف بلس، فهذا راح يظل ثابت على ال1 وهذا راح يظل ثابت على ال1. لكن مجرد ما راح هذا من 0 الى 1 اوكي راح يجيني بوزيتيف بلس، وهذا يعمل توغلينج فراح يصير 0، وهذا مش راح يصير في تغيير. فراح الاحظ ان العداد الان صار يعد بشكل عكسي 7 6 5 الى اخره لغايه الزيرو. اذا العداد الاولاني كنا رابطين على كيو بار كان يعد تصاعدي، العداد لما وصلنا على كيو صار يعد تنازلي. لاحظين سهوله عمل العدادات بالاسينكروس، ما بدهاش اي دوائر زياده، بس توصل من الكيوز او من الكيو بار بتحصل على عداد تصاعدي او على عداد تنازلي. واضح؟ واضح دكتور. الامور بتنعكس لو كانت هذه نيجاتيف ايدج، لو كانت هذه نيجاتيف ايج تريجرد بصير العداد اللي مربوط على كيو تصاعدي والعداد اللي مربوط على كيو بار تنازلي. اوكي طيب نرجع الى المحاضره تبعتنا. مثل ما انتم ملاحظين هنا، لاحظ انه ربط على الاي نوت، انا ربطت على الكيو بارز في الاول عشان اعمل عداد تصاعدي، كنت رابط على الكيو بارز مش على الكيو. السبب هون انه هاي نيجاتيف ايدج، فلما تكون نيجاتيف ايدج بدك تربط على الكيو عشان يكون عندك عداد تصاعدي.
الشغلة مش حفظ يا أخوان، يعني بالفهم. مجرد ما شفت إنه هذه لما بتقلب بلش من 0000001، بقول أوكي. لما بروح من صفر إلى واحد، هذا من صفر إلى واحد بيعطيني بوزيتيف بلس. البوزيتيف بلس ما بتأثرش لأنه هذا بده نيجاتيف بلس. إمتى بيأثر؟ لما بروح من واحد إلى زيرو. لما بروح من واحد إلى زيرو بيجي بلس الثالثة بيقلب، فبنلاحظ أنه صار صفر واحد اثنين and so on. وضحت الفكرة يا شباب؟ واضحة دكتور. طبعا الدائرة الثانية هي عملنا هذه طقلينج عن طريق ربط الكيو بار على الدي. يعني بإمكانك تعمل عددات باستخدام الدي، لكن لاحظ أن التي أريح. التي أريح، كل التيز طبعا هذه الكلوك يا أخوان لبرا، أوكي، التي مع بعضهم قاعدين مربوطين على لوجيك 1 عشان التوغلينج فليب فلوب تعمل توغلينج. طبعا في عندي اسينكرونس ريسيت او دايركت ريسيت، ممكن اصفر العداد في اي لحظه. اذا حطيت هنا صفر خلاص بوقف العداد وبصير عندي هنا زيروز، والعداد يتوقف عن العمل اذا خليت هذا على زيرو. بدا العداد يشتغل لازم احط هذا على لوجيك 1، اذا حطيته على لوجيك 1 بصير يشتغل مع كل كلوك بلس يعد بشكل تصاعدي. واضح يا شباب؟ طيب هذا العداد راح يعد من 0 0 0 ولغاية آخر إشي يصل لواحد واحد واحد واحد. فكركم بس يصل لعند الواحد واحد واحد لوين راح يروح؟ هذا راح يعمل طقلينج فراح يروح للزيرو. بما أنه راح من واحد إلى صفر راح يجي لي هذا نيجاتيف باس، فراح يعمل طقلينج فراح يروح للزيرو. مجرد ما راح هذا للزيرو راح يجي لهذا بلس، فحالاته راح يروح للزيرو، وهذا راح يروح للزيرو. ففي الواقع العداد كل ما وصل للعد النهائي بيرجع للعد الاولى. اوكي، واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب الان ممكن اجي انا اعمل واخلي العداد اقول انا بدي العداد يعد بس للتسعة، وبعد التسعة بدي اياه يرجع على الزيرو. قال لك استخدم الريسيت. كيف بستخدم الريسيت؟ بما انه هذا اسينكرونس قال لك خذ العد التاليه وخليها تعمل كلير. العد التالي عده العشرة بنخليها تعمل كلير كالاتي: ناخذ هذه الخانه مع هذه الخانه اللي هم الخانتين A2 A1 عفوا مع A3، هاي A2 هاي A0. فانا عند الزيرو عند ال1 0 1 0 هذول الخانتين بصيروا 1 1 في عدة العشرة. عند عدة العشرة بقول اوكي خلينا ناخذ هذول الثنتين ونحطهم على ناند جيت ونربطها على الريست. الان شو بصير عندي لما بيصل العداد الى عدة العشرة اللي هي 1 عفوا 0 1 0 1، هاي عدة العشرة. لما بيصل إلى عدة العشرة بصير الخانة هذه اللي هي قيمتها 1 مع الخانة هاي قيمتها 1، بصير عندي هون 1 وهون 1 على طول، بيجيني 0 هون، فهذا بيصفر فورا، فهو بخش بالعشرة بس بيطلع منها فورا إلى الزيرو. فعدة العشرة هذه تعتبر ترانزيت، يعني مش شغلة مستقر فيها، مجرد ما دخل منها دخل فيها بيطلع منها، لانه مجرد ما دخل في العشره راح يجيني زيرو هون على الريست، والريست عمله فوري ما بستنى بلس. اذا هذا العداد فعليا بيعد من صفر الى تسعه، هاي العدات الفعليه. عده العشره لا تعتبر عدي لانه لا يستقر فيها لمده كلوك سايكل كامله، وانما بدخل فيها فورا بيطلع منها وبيعمل كلير. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. دكتور هيك اذا عملنا كلير بي سي دي. كيف؟ نكون عملنا هيك دارت بي سي دي ولا عن طريق هيك الكاونتر؟ عملنا يعني زي كأنه ديسيمال كاونتر بعد من صفر لتسعة. أوكي، بس عملناها عن طريق الريست. واضح يا شباب؟ راح نشوف بعد شوية، راح نشوف شوية بعد شوية طرق أخرى لعمل ديسيمال كاونتر. كما قلنا إذا بدي أعمل عداد ريبيل داون كاونتر بعكس الكلوك سورس، بدل ما يكون جاي من الكيوز مثلا بصير جاي من الكيو بارس. اذا بدي اعمل بي سي دي كاونتر، بي سي دي يعني 10 يعني بعد من 0 ل 9، فممكن اخليه بعد عدد التسعة
يرجع للزيرو عن طريق انه خلي عدة العشرة هي تصفره مثل ما عملنا قبل شوية. اذا بنخليه يصل لعند التسعة، بعد التسعة بخش ترانزيت، يعني في الواقع هو بخش ترانزيت على عدة العشرة بس ما بيستقر فيها، وبروح فورا الى الزيرو لانه هاي بتعمل له كلير، فهذه لا تعتبر عدي، does not count. فهو فعليا بخش بالعشرة لكن مجرد ما خش فيها بيطلع منها. واضح؟ واضح. طيب الان راح نصمم عداد من باستخدام الجي كي فلوب ويكون عداد عشري. الان طريقة التصميم للأسينكرونس كاونتر ليس فيها طريقة منهجية اللي تقدر تمشي عليها دائما وتلاقي حل، وإنما هي بالخبرة وباي انسبكشن. لذلك انتبه عليه كويس عشان تفهم كيف صمم هذا العداد بحيث يعد من صفر إلى تسعة. خلينا نشوف في الأول العداد من صفر إلى تسعة راح يكونوا كالآتي: 0000 هاي Q1، لاحظ أنه مسماهم حسب الوزن تبعهم Q2 Q4 و Q8 سماهم هيك. فإحنا عندنا العدات راح تكون 0001 0010 0010 0010 0010 0010 0010 1000 1001 1000 1001 1000 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
الى الزيرو. يعني بدي ارجع له هون عشان يكون العداد عشري. الحل بهذه الامور قلنا ليس له طريقه منهجيه وانما باي انسبكشن، يعني بالنظر الى طريقه تغير الداتا. نيجي نطلع على كيو 1 في الاول، سنجد انها دائما بتعمل توغلينج سواء من 0 ل 1 او من 1 ل 0 في جميع العدات. واضح؟ واضح. إذن علشان أخلي الـ Q1 دائما تعمل توغلينج بربط الـ Clock عليها، هاي الـ Clock Source، وبربط الـ J والـ K على 1-1، فهاي بصير تعمل توغلينج كل ما يجيها بلس. أوكي؟ طيب خلينا نشوف الآن اللي بعدها. اللي بعدها اللي هي الQ2 متى بتعمل توغلينج؟ بتعمل توغلينج هون، وبتعمل توغلينج هون، وبتعمل توغلينج هون، وبتعمل توغلينج هون، لكن هون قاعدة بتظل بالصفر. فممكن أقول إما عملت كلير أو عملت نو تشينج في آخر حالي. مظبوط؟ حلو. طيب أنا علشان أخليها تقدر تعمل توغلينج بدي زبها بلس. لاحظ انها بتعمل توغلينج لما الكيو اللي قبلها بتروح من 1 الى 0، وبما انها نيجاتيف اتش معناها بربط الكيو تبعت هذا عليها ككلوك سورس. عرفنا ليش ربطناها ككلوك سورس؟ لانه هاي ملاحظه شفناها انه هاي بتعمل توغلينج من 0 ل 1 او من 1 الى 0 لما اللي قبلها بتروح دائما من 1 الى 0. ف هذا الحكي ملاحظ في جميع الاحتمالات. إذا منقول الكلوك سورس للفليب فلوب الثاني بده يكون من كيو 1. أوكي يا شباب؟ طيب الآن ظلت كيف نربط الجي والكي؟ أنا عشان أعمل توغلينج بلزمني الجي والكي يكونوا 1-1، لكن أنا مش دائما بعمل توغلينج. في الحالة الأخيرة عملت كلير أو عملت نو تشينج. فبلاحظ ما يلي هاي اللي هي أصعب شغلة في تصميم الدائرة هاي عشان تفهموها. خلينا بس نرجع نكتبها هاي كانت 011. بتلاحظ يا شباب ما يلي إنه عملت توغلينج هذه الكيو 2 في جميع الاحتمالات هذه،
لكن في الاحتمال الأخير ما عملت طقلينج. بنلاحظ أنه في الاحتمالات اللي عملت فيها طقلينج هذه الكيو تبعت الإيت شو كانت قيمتها دائما؟ صفر. كانت قيمتها صفر. لكن في آخر حالة شو صارت قيمتها الكيو إيت؟ واحد. واحد. لذلك أجا قال لك أوكي إحنا لو ربطنا الجي تبعت هذه على الكيو بار تبعت الإيت معناها لما بتكون عند هاي زيرو هاي شو بتكون قيمتها؟ تكون واحد. مزبوط؟ هلو فعندي واحد جاي على الجي هون والكي دائما مثبتينها على الواحد. الكي دائما مثبتينها على الواحد. إذا ما دامت هاي عليها واحد راح يظل يعمل طقلين مع البلساي مع البلساي مع البلساي ومع البلساي. لكن مجرد ما انتقلنا إلى الثمانية صارت الكيو إيت قيمتها واحد. إذا صارت الكيو هذه قيمتها قديش؟ قيمتها زيرو. مزبوط؟ مزبوط. طيب لما صارت هذه زيرو لما صارت زيرو شو صار على الجي والكي؟ زيرو وان. زيرو وان شو بتعمل؟ بتعمل كلير. إذا البلس الأخرانية هذه الجي والكي عليهم زيرو وان راح تعمل كلير. فبدل ما تعمل طقل شو بتعمل؟ تعمل كليرينج. وضحت؟ واضح دكتور. إذن باي انسبكشن فهمنا كيف نربط الجي تبعت هذه الفليب فلوب. ربطناها على الكيو بار 8 بالملاحظة أنه عملت طقلينج في الحالات الأولى الأربعة لما كانت الكيو 8 قيمتها صفر وعملت كلير في الحالة الأخيرة لما كانت الكيو 8 واحد. فاستنبطنا أنه إذا ربطنا الجي تبعت هذه على الكيو بار تبعت الـ 8 بتحل لي المشكلة وبتصير الدائرة تعمل طقلينج وتعمل كلير في الحالة الأخيرة فقط. طيب إذن هذا بالنسبة للفلفلوب الثانية. ميجي للثالثة. نيجي للثالثة. طيب نيجي إلى الثالثة. ثالثة كيو فور بنشوفها عملت طقلينج هون وعملت طقلينج هون. في غير هيك؟ هلو؟ لا دكتور. بلزمها بلس. بلزمها بلس من 1 إلى 0 لأنها نيجاتيف إتش. مين اللي بيعطي لي بلس من 1 إلى 0 في الحالتين هذولا؟ هاي كيو 2. لاحظينها؟ كيو 2 لما بتروح من 1 إلى 0 هذه بتعمل طقلينج. فعشان هيك الكلوك تبعت هذه ربطناها على الكيو 2 وحطينا الجي والكي على 1 1. وهيك بكون انا عملت طقلينج في هاي الحاله هون وعملت طقلينج في هاي الحاله هون. واضح؟ حطينا البابل عشان تنتقل الكيو 2 من 1 ل 0. لا هي نوع الفليف فلوب اما بتكون نيجاتيف ايدج او بوزيتيف ايدج. هذه الدائره الجي كي فليف فلوب فيها على النيجاتيف ايدج. فاحنا على النيجاتيف ايدج بنزل النيجاتيف بلس. فالتغير من 1 الى 0 بيعطينا نيجاتيف بلس ولا لا؟ صحيح دكتور. إذا الـ Q2 هاي لو بتروح من 1 إلى 0 تعطينا نيجاتيف بلس وهو المطلوب. بدي هاي تعكس حالها تعكس محتواها من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 0 في الحالتين هذولا فقط. مزبوط؟ مزبوط. إذا بربط الـ Q2 هذه على الانبوت للكلوك بلس اللي هون وبربط الجي والكي على 1 1 لأنه ما فيش عندي غير عملية طقلينج. ما في عندي عملية كلير. طيب احنا كل مره بدنا نظبط. لا هذه غلط. هذه 7 وهذه 8. طيب اذا عرفنا كيف نربط الكيو 4 عرفنا كيف نربط الكيو 4 وجدنا الجي والكي بنحطهم على الون ون وبناخذ الكلوك من الكيو 2. ظل عندنا اخر واحده اللي هي الكيو 8. الكيو 8 بنلاحظ انها ظلت صفر
غير العدات اللي موجودة هون، لكن عمل الطقلينج هون وعمل الطقلينج هون معناها بلزمها بلس بالحالتين هذول، لأنه الدائرة ما بتعمل طقلينج إلا تيجيها بلس. الآن ما بنقدر نربطها على الكيو 4 لأن الكيو 4 بتعطينا نيجاتيف بلس فقط مرة واحدة هون، هون من 0 إلى 0 ما في عندي نيجاتيف بلس، إذا بتزبطش عندي كيو 4 ما بزبط اني اربط الكلوك تبعها على كيو 4. طيب مين اللي بنطيني بلس هون وبلس هون؟ في الواقع اللي بنطيني بلس هون وبلس هون فيش فيه غير الكيو 1. هذا كيو 1 بروح هنا من 1 الى 0 وهنا ايضا بروح من 1 الى 0. اذا معرفه انه بلزمني هون اعمل طقلينج وهون اعمل طقلينج، هون بلزمني بلس وهون بلزمني بلس، بلاحظ انه الكيو اي 1 هي اللي ممكن تزودني في هاي البلس. طيب اذا هاي الكيو 1 لاحظ انها راحت ككلوك انبوت ل الدائرة الأخيرة تبعت الكيويت. هاي أول واحدة لازم نفهمها. واضح ليش؟ واضح دكتور. الآن بنلاحظ إنه هذه الدائرة ظلت تعمل no change، ظلت على الزيرو لغاية ما وصلنا لعند السبعة. عند السبعة راحت عملت toggling أوكي لثمانية الدائرة، فهاي صارت واحد. لكن هذه ردت رجعت هنا على no change وبعدين ردت عمل الطقلينج هنا. فبنلاحظ انه علشان اعمل هاي العملية ربطنا الكي هنا على واحد والجي ربطناها على الكيو 4 وعلى الكيو 2. فلما بصير عندي هذول بوث لوجيك 1 بصيروا في حالة السبعة. عند السبعة لما بصير العدي هون سبعة واحد 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 صفر بصير في عندي هذه بنطيتني واحد على على الجي اللي هون وهذه بنطيتني واحد على الجي اللي هون، فبصير الجي اللي هون قيمته واحد والكي عندي هون قيمته واحد. فلما بتجيها البلس من الكيو 1 راح تعمل طقلينج من صفر إلى واحد. لكن في الحالات السابقة كلها في عندي إما Q2 أو Q4 واحد منهم صفر. يعني في الحالات الأربعة هذول اللي هون الخمسة اللي هون ستة عندي أحدهم صفر. فلما يكون صفر بكون هذا منطينا زيرو. لما يكون منطينا زيرو فبتكون تعمل كلير، تجيها بلس هنا بتعمل كلير لأنه هذول أحدهم أطرافه زيرو. تجيها بلس هنا بتعمل برضو كلير. تجيها بلس هنا برضو هذول لازالوا 1 0 واحد منهم صفر راح تعمل كلير. لكن في الحالة هاي اللي هنا صارت الكيو 2 والكيو 4 قيمتهم 1 1 فصار الجي عندي هنا قيمته 1 وليس صفر، صار قيمته 1. فلما تيجي البلس هذه بتعمل كلير، لما تيجي هالبلس بتعمل طقل لانه الجي والكي صاروا بوث عليهم لوجيك 1، علشان هيك راح تقلب من 0 إلى 1. واضح؟ في الحالة الأخيرة عندي هذول رجعوا 0 0 راح تعمل كلير، فراح تروح عشان هيك من 1 إلى 0. وضحت الدائرة يا شباب؟ واضح دكتور. إذن هذا التصميم باي انسبكشن ليس له طريقة منهجية واضحة حتى نصل إليه. طبعا الأسهل كما قلنا قبل شوي إني أخلي عدة العشرة تعمل كلير لو كان في عندي asynchronous كلير. أري بريح حالي ولا بدي أفكر كثير ولا بحسن أول خلاص العشرة هذول الحالتين بصير هاي 1 وهاي 1 على ناند جيت بتعطيني 0 وبوديها على الريست وبتصفر للدائرة وخلاص وكان الله بالسر علي. إذن في عندي طريقتين عشان أخلي العداد عند من 0 لتسعة، إما بالطريقة هذه، وهذه بحاجة إلى أنك تكون عندك خبرة وتفهم كيف تتبع العدات وكيف تربط الجي والكي حتى تحصل على دائرة عد من 0 إلى 9. واضح؟ طيب الآن لما بنجيب العدادات هذولا العداد العشري الأول لو أخذنا العداد اللي عملناه قبل شوي بعد من صفر صفر لغاية تسعة وبعد التسعة بروح للزيرو، إذا راح يروح من صفر إلى تسعة يعني من زيرو 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 ولغاية وان زيرو زيرو وان وبعدها برد برجع إلى زيرو زيرو زيرو. هذا بنسميه في الحالة هاي بي سي دي ريبل أو asynchronous counter، بي سي دي counter ريبل counter. طيب الآن هذا فيه له clock source
أوكي، وبصير يعد من صفر إلى تسعة باستمرار. الآن هل بقدر أعمل عددين بحيث أعد من صفر صفر عشري إلى تسعة وتسعين وبعدين أرجع للزيرو زيرو؟ بقدر؟ هلو هلو دكتور، نقدر نقدر. طيب شوفوا، لما نبلش زيرو زيرو إحنا زيرو ون، راح نظلنا هذا ثابت على الزيرو لغاية ما نصل لعند التسعة، مزبوط؟ بعد التسعة لوين بدي أروح؟ بدي أروح للعشرة، صح؟ صحيح. راح نظلنا ثابتين 11 12 لغاية نصل عند 19، مزبوط؟ بعد 19 لوين راح نروح؟ للعشرين. إذا هذا العداد الثاني متى بيقلب دائما؟ متى بيعمل قلبان؟ لما العداد اللي قبله دائما بروح من وين؟ من تسعة إلى إيش؟ إلى زيرو، مزبوط؟ مزبوط دكتور. إذا الرأس مالها البلس اللي بتجيني من هون أخذها من هذه، من الكيو اي تبعت الأولاني، لأنه لما بروح من تسعة إلى صفر هاي بتروح من ون إلى زيرو بتعطيني بلس، وهاي البلس بتخلي العداد هذا يعد، بس هاي راح تحدث مرة واحدة كل عشرة، لأنه العداد ما بروحش من تسعة إلى صفر إلا مرة كل عشر مرات. واضح؟ واضح دكتور. إذا هيك صار في عندي كاسكيدينج للعدادات، بقدر أرد أخذ من هذا من الكيو اي تبع هذا وأحطه على كلوك بلس لمرحلة لاحقة، وصير عندي عداد يعد من صفر 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 لتسعمية وتسعة وتسعين. إذا أنا بقدر الآن أعمل ساعة إلكترونية إذا حبيت، بس بنشوف بعد شوي إن شاء الله، بس نمشي في الكورس شوية نعملكم ساعة إلكترونية اللي تعد من يعني كساعة. طيب إذا هذه الطريقة، بس عشان تكون الأمور واضحة مفروض بصراحة الرسمي كانت إنه هذا العداد نيجاتيف إتش، مفروض وضح لكم إياها المؤلف، يعني أحياناً ما بيكونوش واضحين كثير. هذول يا إخوان نيجاتيف إتش تريجرد كاونترز، لأنه الفلوبس اللي فيهم كانوا نيجاتيف إتش وصممناه بهذه الطريقة، واضح؟ طيب لو كانوا بوزيتيف إتش شو بساوي؟ لو كانوا بوزيتيف إتش، لو كان العدادات لو كانوا بوزيتيف إتش شو بساوي؟ احط انفرتر على الكيو 8، اذا في شيء عندي يعني كيو 8 بار طالعه احط انفرتر. وضحت؟ واضح دكتور. طيب لو بدي اعمل، خلينا نطلع شوي عن الموضوع، لو بدي اعمل مرحله الثواني في الساعه، الساعه الالكترونيه الثواني والدقائق بيشبهوا بعض، بعده من صفر واحد تسعة عشرة لغاية تسعة وخمسين. بعد التسعة وخمسين وين بروحوا؟ صفر صفر، بروح على زيرو زيرو. إذن أنا ممكن أخلي العداد هذا كان بالأصل بدي أروح على الستة، أخلي الستة تعمل له كلير، فباجي بقول أوكي لو أجينا على العدادات وكان في عندي أسينكرونس كلير بريحني كثير السلافة هاي، فلو كان عندي ريسيت عندي بلس اوكي، الريسيت تبع الاول بحطه على 1، الريسيت تبع الثاني بقول بخلي العده تبعت السته تصفر لي اياه، عده السته اللي هي 0110، فبقول باخذ من هاي الخانه ومن هاي الخانه على ناند جيت وبربطها على الريسيت، وطبعا بكون رابط انا الكيو 8 تبع هذا على الكلوك تبع الثاني، فهذا العداد always بعد من صفر 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 ولغاية التسعة، وبعد التسعة برجع على الزيرو. هذا العداد راح يعد صفر صفر صفر، راح يعد لغاية الخمسة، بعد الخمسة لما بتجي بلس راح يروح للستة بس ترانزيت، يعني راح يروح زيرو ون ون زيرو، لكن فورا راح يعمل كلير وراح يرجع إلى الزيرو. إذا هاي ترانزيت ما بخش، ما يعني لا تعتبر عدي، فهو فعليا بيعد من صفر الى خمسة، وهيك بنكون عملنا مرحلة الثواني في ساعة الكترونية. الله يعطيكم العافية، وان شاء الله الحصة القادمة بنكمل. اوكي؟ اوكي دكتور.
تمام دكتور. Good luck في الكويز. الكويز اليوم في شابتر 5 للي ما سمعش، سؤال على analysis وسؤال على design. مدة الامتحان 20 دقيقة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم.